اهلا بكم طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الثالث في التاريخ في الوحده الثالثه الدوله الفاطميه. مع ضعف الخلفاء العباسيين في بدايه العصر العباسي الثاني هتبتدي اولاد تظهر الدول المستقله في مصر عن الحكم العباسي. يبقى بما تفسر ليه ظهور الدول المستقله في مصر عن الحكم العباسي نتيجه ضعف الخلفاء العباسيين في بدايه العصر العباسي الثاني. استعانت الخلفاء العباسيين بعناصر غير عربيه كالفرس والاتراك. موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافه العباسيه في بغداد. يبقى تاني يا شباب بما تفسر ليه هتظهر في مصر الدول المستقله عن الحكم العباسي نتيجه ضعف الخلفاء العباسيين في بدايه العصر العباسي الثاني. استعانت الخلفاء العباسيين بعناصر غير عربيه اولاد في الجيش والاداره كالفرس والاتراك. موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافه العباسيه. وكانت الدول المستقله نوعين يا اولاد، نوعين: دول مستقله شكلا مع الاعتراف بسياده الخليفه العباسي عليها مثل الدولة الطولونية والإخشيدية والأيوبية والمملوكية. في دول كانت مستقلة تماما عن الدولة العباسية مثل الدولة الفاطمية. يبقى الدول المستقلة كانت نوعان: دول مستقلة شكلا اسما مع الاعتراف بسيادة الخليفة العباسي عليها مثل الطولونية والإخشيدية والأيوبية والمملوكية، ودول مستقلة تماما عن الدولة العباسية مثل الدولة الفاطمية. هنتكلم على تأسيس الدولة الفاطمية يا شباب. قامت الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا على يد أبي عبيد الله المهدي. يبقى قامت دولته الأولاد فين؟ في شمال أفريقيا على يد أبي عبيد الله المهدي. كان لدى الفاطميين يا أولاد منذ قيام دولتهم أولاد في شمال أفريقيا عندهم رغبة في الاستيلاء على مصر. طب ليه؟ بما تفسر رغبة الفاطميين في الاستيلاء على مصر لأهمية موقع مصر الجغرافي والسياسي، قرب مصر من الشام والحجاز، تمتع مصر أولادي بثروات عديدة. يبقى بما تفسر رغبة الفاطميون في الاستيلاء على مصر منذ أن قامت دولتهم أولاد، منذ أن قامت دولتهم كان لديهم رغبة في الاستيلاء على مصر. ليه؟ لأهمية موقع مصر الجغرافي والسياسي، قربها من الشام والحجاز، تمتع مصر بثروات عديدة. يبقى قامت دولته فين يا اولاد؟ في شمال افريقيا على يد ابي عبيد الله المهدي. وقلنا كان الفاطميين رغبه كبيره في الاستيلاء على مصر. ليه؟ عشان موقعها الجغرافي والسياسي، ثروات مصر، قربها من الشام والحجاز. الخليفه المعز لدين الفاطمي يا اولاد هنتكلم على استعدادات اولاد للاستيلاء على مصر. الخليفة المعز لدين الله الفاطمي هيجمع الأموال وهيجهز جيش قوي للاستيلاء على مصر. هيمهد الطريق من القيروان إلى الإسكندرية، مدينة الإسكندرية، ويقوم بحفر الآبار وإقامة الاستراحات. ثلاثة، هيحسن تدريب الجيش وتنظيمه وتزويده بالمأون والذخائر، يعني بالطعام والأسلحة يا أولاد. يبقى دي استعدادات الخليفة المعز لدين الله الفاطمي للاستيلاء على مصر. هيجهز جيش قوي وهيجمع الاموال، هيمهد الطريق من القيروان الى الاسكندريه، ويحفر الابار ويقيم الاستراحات، ويقوم بتدريب الجيش وتنظيمه وتزويده بالمأمون والذخائر بالطعام والاسلحه. بعد كده اولاد هيرسل الجيش الى مصر. كان قائد الجيش مين يا اولاد؟ كان قائد الجيش الفاطمي جوهر الصقلي. جوهر الصقلي يبقى خليفة المعز لدين الله هيرسل الجيش، وكان على رأس الجيش يا ولاد قائد الجيش جوهر الصقلي إلى مصر. هينجح الجيش الفاطمي يا ولاد في هزيمة الإخشيديين بقيادة جوهر الصقلي وهيضم مصر. يبقى ما النتائج مترتبة على هزيمة الإخشيديين أمام الفاطميين وضم مصر؟ نتج عن ذلك يا ولاد؟ سقوط الدولة الإخشيدية، سقوط الدولة الإخشيدية، استيلاء الفاطميين على مصر، زوال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر، أصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية. يبقى تاني يا شباب، ما النتائج المترتبة
على هزيمة الإخشديين أمام الفاطميين. نتج عن ذلك سقوط الدولة الإخشدية، استيلاء الفاطميين على مصر، زوال نفوذ الخلافة العباسية عن مصر، أصبحت مصر مركزا للدولة الفاطمية. أهم أعمال جوهر الصقلية أولاد في مصر، إيه الأعمال اللي هيكون بيها جوهر الصقلية أولاد في مصر؟ هيكون ببناء عاصمة جديدة اللي هي القاهرة، لتكون مركزا للدولة الفاطمية. يبقى هيبني عاصمة جديدة اللي هي القاهرة تكون مركزا للدولة الفاطمية. هيكون ببناء الجامع الأزهر الذي يعتبر إيه يا شباب حتى الآن أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم. يبقى أهم أعمال جوهر الصقلية في مصر بناء مدينة القاهرة لتكون مركزا للدولة الفاطمية، بناء الجامع الأزهر الذي يعتبر حتى الآن أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم. بعد كده هيرسل القائد أولاد جوهر الصقلية إلى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، بيطلب منه إيه؟ القدوم إلى مصر. بالفعل يصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة عام 362 هجريا 972 ميلاديا. طب ايه النتائج المترتبة على وصول الخليفة او قدوم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الى القاهرة عام 362 هجريا 972 ميلاديا؟ اصبحت مصر يا شباب، اصبحت مصر مقرا للخلافة الفاطمية، اصبحت مصر مقرا للخلافة الفاطمية. وأقيمت الاحتفالات يا اولاد ابتهاجا بقدوم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. أعمال، أهم أعمال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي: تأمين حدود دولته أولاد من الأخطار الخارجية، أمن حدود دولته من الأخطار الخارجية، اتسعت دولته أولاد حتى شملت الشام والحجاز واليمن بالإضافة إلى مصر وبلاد المغرب. يبقى تاني يا شباب، إيه أهم أعمال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي؟ قام بتأمين حدود دولته من الأخطار الخارجية، اتسعت دولته أولاد شملت الشام والحجاز واليمن بالإضافة إلى مصر وبلاد المغرب. بعد وفاة الخليفة المعز لدين الله أولاد هيحكم الدولة الفاطمية العديد من الخلفاء، أشهرهم العزيز بالله، الحاكم بأمر الله، المستنصر بالله، وده كان آخر الخلفاء الأقوياء. أحوال مصر، هنتكلم على أحوال مصر في عهد الدولة الفاطمية. اهتم الفاطميون يا شباب ببناء جيش قوي. طب ليه الفاطميين اهتموا ببناء جيش قوي؟ من أجل الحفاظ على دولتهم وتوسيع حدود دولتهم ونشر الأمن والأمان. ممكن يجينا بمتفسر اهتمام الفاطميين ببناء جيش قوي للحفاظ على دولتهم وتوسيع حدودها ونشر الأمن والأمان. اتنين، اهتموا بالأسطول، اهتموا بتدعيم الأسطول وتنظيمه. ليه؟ لحماية سواحل الدولة الفاطمية التي بتمتد منين؟ بتمتد من المغرب حتى الشام. ثلاثة، إنشاء ديوان الجيش ورواتب من اسمه كده أولاد لتسجيل الجنود وتحديد وظائفهم. أربعة، بناء المساجد والقصور وجعلوها مراكز لنشر العلم والثقافة كما اهتموا بالعلم والعلماء. يبقى دي أحوال مصر في عهد الدولة الفاطمية، اهتموا ببناء جيش قوي، اهتموا بالأسطول بتدعيم الأسطول وتنظيمه، أنشأوا ديوان الجيش والرواتب، بنوا المساجد والقصور، وكانت المساجد والقصور مراكز لنشر العلم والإيه؟ والثقافة، واهتموا بالعلم والعلماء. هنتكلم على ضعف وسقوط الدولة الفاطمية يا شباب، بما تفسر انهيار ليه ضعفت الدولة الفاطمية وانهارت؟ بسبب إيه يا أولاد؟ بسبب ضعف الخلفاء الفاطميين بعد الخليفة المستنصر بالله، فازداد نفوذ الوزراء. معايا يا شباب؟ يبقى ليه انهارت الدولة الفاطمية؟ بسبب ضعف الخلفاء بعد المستنصر بالله، ازداد نفوذ ايه؟ الوزراء. هيحدث تنافس يا اولاد بين الوزيرين، كان في وزيرين هيحدث بينهم تنافس، واحد اسمه شاور والتاني اسمه درغان على منصب الوزارة. فشاور هيستعين بجيش نور الدين محمود أمير دمشق، درغان هيستعين بالصليبيين. تاني يا شباب،
لو جه قال لي تفسر ضعف ولايات الدوله الفاطميه ليه؟ هنقول له الاجابه بسبب ضعف الخلفاء ايه الفاطميين. بعد مين؟ بعد المستنصر بالله. فازداد نفوذ الوزراء. هيحدث تنافس بين الوزيرين من شاوي ودرغام على ايه؟ هيحدث تنافس بينهم على ايه؟ على منصب الوزاره. هيستنجد شاوي بنور الدين محمود امير دمشق، ودرغام هيستعين بالصليبيين. هيستطيع جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شركو وابن أخيه صلاح الدين في الانتصار على الصليبيين. يبقى هينجح جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين في الانتصار على الصليبيين. بعد وفاة أسد الدين يا أولاد هيتولى صلاح الدين الوزارة، وهينجح صلاح الدين في القضاء على الخلافة الفاطمية وإقامة الدولة الأيوبية في مصر. يبقى ممكن يجي لنا أولاد نجح في الشخصيات من هو؟ نجح في القضاء على الخلافة الفاطمية وإقامة الدولة الأيوبية، يبقى صلاح الدين إيه؟ الأيوبي. يبقى تاني يا شباب، يبقى ليه انهارت الدولة الفاطمية تاني؟ بسبب ضعف الخلفاء الفاطميين. هيزداد نفوذ الوزراء، لازم نقول كل ده طلعت في الإجابة. هيحدث تنافس بين الوزيرين شاور ودرغام، شاور هيستعين بنور الدين محمود، ودرغام هيستعين بمين؟ بالصليبيين. هينجح جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين في الانتصار على الصليبيين. وبعد كده هيتولى بعد وفاة أسد الدين هيتولى صلاح الدين الوزارة، وهينجح في القضاء على الخلافة الفاطمية، وهينجح في إقامة الدولة الأيوبية. وبكده نكون قررتنا من درس اليوم مع أطيب أمنية القلبية بالنجاح والتفوق، وإلى اللقاء.